مساء الخير أزول فلون. وحتى ندخل في السياق أهم ما جاء في هذه الرسالة، لا سيما في شقه المتعلق بالشأن السياسي وكذلك دور الجيش وملامح السنتين المقبلتين، كل هذا في هذا التقرير للزميل سمير عقون. هي من المرات القليلة خلال السنوات الأخيرة التي يكسر فيها الرئيس بوتفليقة حاجز التحفظ ويرد بوضوح على بعض الأصوات التي دعت ولا تزال تطالب الجيش بالتدخل، رغم أن قيادة المؤسسة العسكرية وجهت أكثر من رسالة لأصحاب هذه الدعوات لتفتح مرة أخرى جدلية العلاقة بين مؤسستي الرئاسة والجيش. صلاحية الجيش ينص عليها الدستور، ينص عليها الدستور بصفة نهائية وقاطعة، ما يتدخلش أبدا في أمر كما هذا. الهيئة الواحدة اللي ممكن تتدخل هي المجلس الدستوري، ياخذ المسؤولية نتاعو في اتجاه أو في آخر. أما الجيش مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الوحدة الوطنية، الدفاع على مؤسسات الدولة والدفاع عن المواطنين، لا تتدخل في هذه الانحرافات وهذه الانزلاقات الشخصية. مثل هذه الدعوات عادت إلى الساحة قبيل رئاسيات 2014 وتحركت مجددا في الأشهر القليلة الماضية، وتداول عليها الكثير من الوجوه التي كانت جزءا من المنظومة السياسية في وقت من الأوقات، آخرها الثلاثي علي يحيى عبد النور والجنرال المتقاعد بن يلس وأحمد طالب الإبراهيمي وقبلها بوكروح وبن فليس. يلزم الأشخاص أو الشخصيات أو الأصوات اللي كانوا نداوا بالتدخل يلزم لهم جواب ويكون الأمور واضحة بكي نفكروا باللي بلاد هذه دولة قانون فيها دستور اللي يحدد الصلاحيات تاع كل أطراف وكل الهيئات وما نخرجوش أبدا من معطيات تاع الدستور. للأسف لعل من دعا الجيش إلى التدخل هذا مواطن تنقصه ثقافة الدولة، عليه أن يتوجه إلى المؤسسات الدستورية اللي مخولة دستوريا وقانونيا وهذه هي صلاحياتها وهذه هي مهامها. حمى إقحام المؤسسة العسكرية في الخيارات السياسية للبلاد تغذيه كذلك حسابات المرحلة، ولأنها غالبا ما توسم بصانعة الرؤساء فمن الطبيعي أن تكون في الواجهة مع بدء العد التنازلي للرئاسيات، لكن الجواب جاء واضحا من الرئيس وفي أكثر من مرة من رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. المرحلة المقبلة سيبن حمو، المفروض أننا نعيش عشية انتخابات محلية، الحملة الانتخابية والحديث السياسي ينصب حول هذه المواضيع المحلية، كيف نسير أمورنا البلدية الولائية، لكن تعرف أننا على الأقل في شهرين بدأنا نسمع النغمة تتصاعد، الرئاسيات، من سيكون الرئيس المقبل، البعض يقول أن الأمر حسم وهو أفلاني، وهذا تصريح سي جمال ولد عباس، بلغ ربما اللغط نتيجة الوصول إلى دور الجيش وحتى التساؤل كيف سيكون موقفه ودوره في المرحلة المقبلة في 2019 واختيار الرئيس الجديد أو القديم الجديد حتى يثبت العكس. رسالة للرئيس قرأ البعض بأنها خرجت عن ذلك التحفظ عندما قال بأن عهد المراحل الانتقالية قد ولى وبأن الجيش لن يكون له دور في المزايدات السياسية ولا الطموحات الرئاسية. هل هذا مؤشر على حدوث اتفاق داخل البيت؟ شكرا سيدي الكريم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نترحم عن شهدائنا وفي هذا اليوم العظيم أول نوفمبر، ونتمنى للمجاهدين يعني عمر طويل إن شاء الله، ونقول للشعب الجزائري هنيئا لنا على هذا يعني هذا اليوم العظيم. عندي ربما إشارة قوية لأبناء الشهداء اللي ما عرفوش والديهم واللي والديهم ضحاوا على هذه البلاد الطاهرة. فنقول لكل الشعب الجزائري أن الرئيس بوتفليقة أراد في هذه الرسالة أن يوجه يعني أمر كبير وكبير جدا. نحن نعرف أن الانتخابات الرئاسية باقي لها تقريبا سنتين أو أقل.
نعرف أن المحطات الانتخابية كان دائما جدل قوي يعني في الطبقة السياسية ولبعض الشخصيات يعني الوطنية. فهذه الرسالة جاءت لتقول يعني رسميا أن الرئيس بوتفليقة يريد أن يترك ورائه يعني بصمات قوية من أجل ترسيخ التعددية والديمقراطية الهادفة. نحن كنا دائما نطالب بأن تكون هناك يعني ديمقراطية قوية، ولكن في حزب الكرامة كنا دائما ندعو إلى المرافقة الأمنية للديمقراطية. ونظن هذه الرسالة جاءت لترد على بعض الشخصيات اللي كانوا طالبوا بتدخل الجيش لأن يحسم في عدة مواضيع. فنظن أنك ما قالوها بعض يعني الاختصاصيين، يقول لك أن الدستور واضح، الجيش مهامه الدفاع عن التراب الوطني، والجيش يعني بأفراده كلها يعني، والأمن يعني الأمن الوطني والأمن العسكري، كل هذه يعني الهيئات مهامها أنها تدافع على التراب الوطني وعلى الأمن القومي. فإذا أردنا أن نكون يعني موضوعيين ونريد يعني حقا أن نعطي للديمقراطية حقها كما الديمقراطية نتاع اللي راهم موجودين في الخارج، علينا أن نتنافس على البرامج ونحبس يعني طيب. رسالة الرئيس والفقرة الخاصة بالرئاسة ودور الجيش هي موجهة برأيك للشخصيات هذه التي تحدثت عن دور الجيش، أليست الرسائل كذلك للداخل؟ كان وأعتقد لا زال ما يكتب وما يقال أن للمؤسسة العسكرية في الجزائر دور كبير في كل المحطات السياسية وحتى في الاختيارات. هل معناه كذلك هذه رسالة إلى الداخل؟ من يعول على صوت من الجيش أو خلينا نقولك جناح أو شيء من هذا القبيل فأن الأمر لن يكون بيده مستقبلا. أنا نظن أن بعد الرئيس بوتفليقة، بعد عهد الرئيس بوتفليقة، سنمر إلى جمهورية ثانية. هذه الجمهورية الثانية اللي نشوف فيها رئيس يخرج من الصندوق، رئيس يخرج من الأحزاب السياسية، رئيس يكون تكنوقراط، هذا المفروض. لكن السيد جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان قد أجرى الأمر وقال بأن الرئيس المقبل هو أفلاني واسمه في رأسه. أنا لا أريد أن أدافع على يعني ولد عباس، ولكن أريد أن أصحح أو يعني أفسر ماذا أراد أن يقول. ولد عباس يعتبر الأمين الوطني، يعني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والقوة الأولى يعني سياسية في البلاد. من حقه أن يدافع على حزبه، ومن حقه أن يقول أن الرئيس المقبل يعني يكون من جبهة التحرير الوطني. أنت قدمت الكثير سي بن حمو، قدمت الكثير من الأمنيات وقلت أنه بعد الرئيس بوتفليقة سنكون أمام اختيار والأمور الديمقراطية ستمشي على نصابها، لكن سي جمال دعباس ما زال يتحدث عن الجماعة، كيف نوفق بين ما جاء في رسالة الرئيس وتصريحات سي ولد عباس وكثير من المؤشرات هنا وهناك؟ سي حسن فرلي وأنت في جبهة القوى الاشتراكية. مساء الخير يا زلف اللون، أحيي كل مناضلين جبهة القوى الاشتراكية وكل الجزائريين بمناسبة هذا اليوم، هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى أول نوفمبر 54، 63 سنة منذ اندلاع الثورة، الاستقلال عندنا 55 سنة، والجزائر ما زالها في دوامة. اليوم عند الأفافاس كان يوم ترحم، يوم أول نوفمبر كان يوم ترحم. انتقلنا اليوم إلى حي القصبة، واللي شفته اليوم في حي القصبة يعني 54 سنة بعد الاستقلال، 55 سنة من الاستقلال، تشوف جزائريين عايشين في أوضاع مزرية، ناس تتساءل واجب لهم الاستقلال. لما كنا نمر في احياء القصبه ونروح نترحموا على الشهداء، خلينا نروح للاصل لانه هذه امور اجتماعيه واصلها هو سياسي، فنركز على السياسه. اذا رحنا للترحم على الشهداء علي لابوانت، حسيب بن بوعلي، ابتياساف، ابو حميد الله يرحمهم، وانتقلنا كذلك الى مقبره بلويزداد لنحيي شهيد ولا احد صناع ثورة محمد بلوزداد الله يرحمه، اللي هو مش شهيد، توفى قبل الثورة، اللي كان هو مؤسس مع إخوة آخرين لتنظيم السري اللي خلفه من بعد فيه الحسين نايت حمد. لنعود للنقاش، تكلمت لي على ما يقال وما يحكى في هذه الأيام الأخيرة. احنا في الأفافاس في موضوع الجيش ما عندنا حتى مشكل، معناها وكان طابو لم تدعو الى تدخله، لا مش عندنا نظرتنا لدور الجيش كيف لازم يكون.
احنا ما رانا من دعاة اللي يطلبوا ان يطلعونا في دبابه باش يدونا لسدة الحكم، لان عرضوا علينا نطلعوا في دبابه ونروحوا للحكم وما قبلناش. حسين عيد حمد عرض عليه، عرض عليه رئاسه الجمهوريه ورفض، وقال احنا في السياق تاع الانتخابات المحليه قال نفضل اني نكون رئيس بلديه في اقصى بلديه في الوطن وما نكونش رئيس ديزيني. لماذا رفضها السي عيد حمد انذاك؟ هل لو كان لو رب العالمين طاب عمره ربي يرحمه على كل حال، هل نفس الظروف التي رفض فيها السيد عيد حمد هي نفسها موجوده اليوم؟ رفضها حسين عيد حمد في وقت وين كان فيه دستور. هل هي موجوده الان؟ هل هي موجوده الان؟ نتكلم رفضها في وقت وين كان دستور ينص على حياد الجيش، انه الجيش ما يدخلش في السياسه. جا الجيش عرض عليه باش يكون رئيس وما قبلش، لانه عمره ما قبل يكون عمره ما قبل ديكتاتوريه تاسيس الافغان. هل هي موجوده هذه الظروف؟ هل فعلا الجيش ليست له يد في اختيار الرئيس المقبل للبلاد؟ الجيش منذ 62 هو له يد في اختيار رؤساء البلاد، هذا شيء مفروغ منه، يعني من اول رئيس جمهوريه حتى اخر رئيس اللي راهو حاليا كلهم اختارهم الجيش. مجيئهم وذهابهم. مجيئهم وذهابهم، وكل واحد كيف راح. احنا شفنا اللي توفى واللي قتل اللي دونك الجيش دوره في الحياه السياسيه منذ 62 كان محوري، كان اساسي في هذا. اليوم نتكلموا على الناس اللي جابهم الجيش اللي يقولوا بلي الجيش ما لازمش يجيب، ولا الجيش حيادي، ولا الجيش مخدوم باش يحمي الحدود برك. هذه اشياء اللي هما مسؤولين عليها، ولكن احنا في الافافاس قلت لك الجيش باش ما يكونش سي با ان تابو دو بارلي دو لارمي. دور وطبيعه الجيش اشياء مهمه في المجتمع الجزائري، في مهمه ومفصليه في بناء او تهديم الوطن، لان شفنا الجيوش في بلدان اخرى كيف دات بلدانها ولا اوطانها للهويه، وكيف جيوش في بلدان اخرى قدرت ان تبني البلاد. طيب وتبني. طيب انتم في حزب سياسي، والحزب السياسي يطمح للوصول الى السلطه، وحتى وان كانت رساله رئيس الجمهوريه، وهذا ما هو موجود في الاعراف الديمقراطيه، انه المواعيد الانتخابيه هي التي توصل من توصل الى الحكم وتوصله الى الرئاسه والوزاره الاولى وغير ذلك. الان عندما نتحدث عن خيار ديمقراطي وعن حمله انتخابيه وعن برنامج، وانت في حزب وسيد محمد بن حمو في حزب وطبقه كبيره جدا، تسمع كلام أنه يقول بأن الرئيس المقبل هو من حزب جبهة التحرير الوطني واسمه اتفق عليه، ماذا بقي من كلام؟ نظن أن لو كان نسمعوا العكس من عند هذا الناس اللي نستغربوا، لأن الجهة تاعهم كانت من بكري هكذا، ما صراش تغيير في الناس اللي حكمت السلطة. نتكلم عن الجماعة هي اللي تحل وتربط في الأشياء السياسية. في الأفافاس عندنا للجيش بالنسبة للجيش، الجيش دوره مهم للغاية. ما نقولوش احنا باللي الجيش لازم يكون عنده دور في حماية الحدود وهذا ما كان. لا، الجيش عنده دور في حماية الوطن، حماية إجماع وطني. كي تكون الساحة السياسية أجمعت على نمط حكم، احنا نطالبوا بالانتقال إلى جمهورية ثانية. جمهورية ثانية اللي تجي عن طريق إجماع وطني، عن طريق التقاء كل الأخ من حزب كرامة تلقينا معاه في إطار تشاورات. سنعود إلى مسألة الإجماع الوطني التي جاء ذكرها كذلك في رسالة رئيس الجمهورية. باختصار سي حسن في مسألة الجيش باختصار. لا، قلنا أن الجيش لازم يكون له دور محوري في حماية الديمقراطية وفي حماية الوطن، ولا يكون في خدمة أشخاص أو خدمة عصب أو خدمة النظام. المتوقع أن لا يكون لهذه المرة للجيش وللمؤسسة العسكرية مرشحها أو المحمي أستاذ منها. أنا برك ما نخليش واحد الجملة فاتت، لأنه كان قال الزميل أنه سي الدا حسين عرضوا عليه باش يجي فوق دبابة ويدخل، ولكن لازم نقولها بصراحة. بوتفليقة ني با فينو سور ان شار باش يدي الحكم. بوتفليقة يفو اتر سانسير، بوتفليقة ما جاش فوق دبابة. بوتفليقة لغاو له وجابوه وطلبوا منه باش يجي، باسكو 95 لا ريفوزي. دونك علاش المعنى تاع الدبابة؟ انا اسمح لي، انا هو كان يدافع على الفكرة. استاذ انا نتأسف اننا هاد الاشاعات، وبعض الاحيان نلصق يعني نلصق واحد الامور اللي ماشي هي. طيب هو لم يقول بان لا، هو ما قالش انه رئيس بوتفليقة.
أنا أستحي لو كان عندي يعني حزب اللي عنده 50 عام ولا 30 عام تاع مسار سياسي وما نقولش كما قال ولد عباس باللي الرئيس المقبل يكون من حزب كرامة. أنا الآن ما نقدرش نقولها لخاطر جو سوي ان بوتي بارتي كي فيان دو كومونسي، ما عنديش الإمكانيات، ما عنديش يعني هذا الرصيد التاريخي باش نقولها. مي لا فلان سي سون دروا لو بلوز ابسولو اي جوري سويتي كو لو اف اف اس ديز باراي ابري 54 ans. فو فولي كوا او جوست اسكو نو فولي با اريفي؟ اسمح لي، حزب نضال، حزب نضال سي محمد رجان، كما سمعنا لك من حق السي حسن فرلي ان يواصل كلامه ويرد كذلك على نكمل الفكره. لا باختصار سي محمد رجان، انا نقول باللي كل حزب سياسي لما ينشا يكون عنده مشروع ويحب يوصل للسلطة. إذا ما كانش عندك هذا الفكرة ما انتهى بلي راك تدير سياسة. لكن الرجل إضافة إلى هذا قال أن الأفلان هو الدولة ولا نتصور رئيس خارج الأفلان. إذن لماذا هذه الأحزاب ولماذا هذا السباق ولماذا الديمقراطية ويتحدث باسم جماعة تختار؟ المشكل واسمه ثبوت عنده في رأسه. الله يسهل عليه سي ولد عباس، يعني معروف سي ولد عباس ما تنساش باللي إلى بلوس دو 80 عام، يعني ما تنساش ولد عباس سي نورمال عنده غيره. انا جو دي اي غيره وهو يستند الى الشرعيه الثوريه، راه يقول لك لا فلان هو الذي حرر البلاد ولا ينبغي ان يحكمه الا من الافلان. ونكمل نقول باللي الرئيس المقبل لن يكون من الشرعيه الثوريه ولا التاريخيه. الرئيس المقبل بعد عبد العزيز بوتفليقه سيكون رئيسا من الصندوق. هذا ما تتمناه وهذا ما تطلبه، لكن المؤشرات هي مختلفه. هذا ما نتمناه، المؤشرات مختلفه. المؤشرات عندنا هنا ان نتكلم على اجماع ان في النظام في السلطه ما كاش اجماع. نشوفوا العباس يقول كلمه والانسان الاخر يقول كلمه اخرى، يعني الاجماع اللي يتكلموا عليه باش لازم يكون اجماع بين الطبقه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه لازم يكون في اول الامر في داخل البيت الضيق ما بين الجماعه ولا العصب. من هي الجماعه ولا العصب ولا هذا هو الامر الاول اللي لازم يكون اجماع وتكون نيه. احنا ماذا بينا تكون انتخابات حره ونزيهه ونشارك فيها اللي يربح هو اللي، ولكن هل الظروف مهيئه؟ الانتخابات محليه، هل الظروف مهيئه لنجاح الانتخابات المحليه؟ كي نتكلم عن النجاح انها تمر في شفافيه وفي نظافه كما نقول. طيب تصريحات السيد جمال ولد عباس الامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني لم تمر هكذا، يعني في هذه اليومين الاخيرين ربما اشعلت الساحه السياسيه ونوع من الرفض لمثل هذه الخطابات التي تتوالى من كثير من رؤساء الاحزاب. لو نتابع معا ما قاله سي عمار بن يونس، لانه جمال ولد عباس وهو يبني الاختيار الافلان الرئيس المقبل على اسس الشرعيه الثوريه، ما زلنا نتحدث على انه هذا الحزب، مع اننا ينبغي ان نفرق بين حزب جبهه التحرير وجبهه التحرير، انه هو جاء بالاستقلال والاسم المقبل لن يكون الا افلان، فلا داعي لان تجتهدوا لان الامر قد حسم عند راس سي جمال ولد عباس. نشاهد التصريح عمار بن يونس. سمعت حتى في الايام الاخيره بعض المزايدات وبعض المتاجره حول الوطنيه تاع بعض الجزائريين. بالنسبه لي كل الجزائريين هم وطنيين، ما كاش واحد يجي زايد على الاخر بوطنيته. لابد جاء الوقت باش نخرجوا من احتكار الوطنيه، جاء الوقت باش نخرجوا من احتكار هذه الشرعيه الثوريه. حان الوقت 63 سنة بعد اندلاع الثورة أن ترسخ في الجزائر الشرعية الديمقراطية. لابد أن كل جزائري يريد أن يوصل إلى السلطة، كل جزائري يريد أن يكون رئيس مجلس بلدي، كل جزائري يحب يكون رئيس مجلس ولاية ولا نائب ولا رئيس جمهورية يمشي أمام الشعب الجزائري. طيب كلام سي عمار بن يونس عن الأنبياء ربما قد لا يكون نفس الخط السياسي، قد لا تتوافق في جبهة القوى الاشتراكية مع ربما سي عمار بن يونس وخط حزبه، لكن الكلام الذي ذكره صائب للغاية من حق جميع الجزائريين وأن الديمقراطية لها قواعدها. لكن ما زلنا نستمع إلى أسطوانة قديمة، يعني
أسطوانة الشرعية الثورية وأن فلان خائن وأن فلان ليس من حقه وأن فلان طعن فلان وبأن اللعبة جد مغلق. أنا في الأساس الأسطوانة تاعنا أسطوانة مش الشرعية الثورية، أسطوانة الشرعية الديمقراطية منذ 63. الأساس تخلق في 63 أتى لتحقيق نضال من أجل الديمقراطية. الديمقراطية كانوا نضالات، يتكلم الأخ بن حمو على الأساس اللي عنده 54 سنة، هي 54 سنة من النضالات، 54 سنة من كانت منها 20 سنة قبل 88 وين كان نضال سري، وين كان لا ليوت دون لادفيرسيتي. في التسعينات شفنا واش صرا للأفافاس، الأفافاس اللي كان نادى المصالحة الوطنية، الأفافاس اللي كان طرف أساسي في الحوار. عقد روما في عقد روما لما كنا في 10,000 ميت، 10,000 قتيل. تكلمنا عن المصالحة ومن بعد كيولو 200,000 قتيل. احنا الأفافاس تكلمنا عن المصالحة وكثيرا ما ينتقد كثيرا ما ينتقد الأفافاس بسبب اشتراكه في هذه الحوارات. لا، حوار كان حوار من أجل بورسوفيل الجيري، الحوار تاع عقد روما اللي كان توافق ما بين سياسيين ما بين طبقة سياسية اللي كانوا فيها أحزاب عدة منها الحزب المنحل. احنا طلبنا في ذاك الوقت بأشياء، كان تعاقد سياسي من بعد النظام حتى لا نغرق كثيرا في التاريخ. لا التاريخ عنده أهمية كبيرة، التاريخ عنده أهمية لكن كبيرة. المهم كذلك الناس 200,000 جزائري، الناس تتحدث عن الرئيس المقبل، كان مسؤولية تاريخية للناس اللي تسبت في موت 200,000 جزائري. الناس تتحدث عن الرئيس المقبل. لما احنا طرحنا على الساحة حلول لهذه للأزمة اللي عاشتها الجزائر في التسعينات، وناس لحقت حتى خونتنا، حتى خونة حسين أيد حمد. دونك هذا الأمر مهم في الناس اللي تتكلم عن الشرعية الثورية في 2017. أظن أن دورة ديباسي بار ليستوار. احنا نظن أن الانتخابات المقبلة الانتخابات المقبلة إذا كانت نظمت في ظل النظام الحالي ما راح تكون لا حرة ولا نزيهة ولا راح يخرج رئيس من الصندوق. طيب، الأفافاس كثيرا ما كان يدعو إلى فكرة مجلس تأسيسي، وأعتقد أنه قد خفف اللهجة لحقها. لما تسمع أن عهد المراحل الانتقالية قد ولى، وعادة ما المجالس التأسيسية تكون في بلدان لتخرج نوعا ما من أزمات. يعني كنتم تتحدثون عن المجلس التأسيسي ويبدو أن الفكرة قد خفت، ذهبتم إلى الإجماع الوطني، الرسالة التي بعث بها الرئيس للأمة في هذه المناسبة تحدثت عن الإجماع الوطني. لا، عندنا في برنامجنا الانتخابي، يعني الدستور نقوله بلي أن موقف جبهة القوى الاشتراكية معروف منذ تأسيسها. نحن نريد مجلسا وطنيا تأسيسيا. هل فيها تخفيف هذا ولا ما؟ قولي إذا فيها تخفيف لا شرح لي كيف يكون تخفيف. أنا أتكلم عن التسويق، يعني في الفترة الأخيرة خفضتم نوعا ما التسويق لهذه الفكرة حتى في الشرعيات. يتكلم على فكرة لا هذا في برنامج الشرعيات، برنامج الشرعيات تكلمنا عليه. تسويق الصحافة هي اللي تسوقهم بعد الأفكار، تسوق الأفكار اللي تعجبها واللي ما تعجبهاش ما تسوقهاش. لكن فكرة المجلس التأسيسي أو المسار التأسيسي، المسار اللي يدينا طيب، والإجماع الوطني الذي دعا له الرئيس في الرسالة، هل هو نفسه الإجماع الوطني الذي كانت تدعو له جبهة القوى الاشتراكية؟ تحدث الرئيس عن ضرورة الوصول إلى إجماع وطني، هل هو نفسه؟ تحدث رئيس دولة على ضرورة الوصول إلى إجماع وطني في المسائل الاقتصادية والاجتماعية. احنا طرحنا للإجماع طرح آخر، احنا طرحنا للإجماع هو طرح اللي يقول لك لازم احنا رانا في ازمه متعدده الاوجه، ازمه سياسيه، ازمه اقتصاديه، ازمه اجتماعيه. الأفافاس يريد فلنبدأ من البدايه، من البدايه، وهي الازمه السياسيه. طيب سي محمد بن حمو، تسمع علينا أن